الربا ينقسم إلى قسمين: ربا زيادة وربا تأخير، يعني لا يسلم ويستلم في مجلس واحد. إذا أردنا نبيع ذهب بذهب لابد من التقابض في مجلس العقد، تسلم وتستلم. ولابد من التماثل، كيلو ذهب بكيلو ذهب. كيلو فضة بكيلو فضة. أما إذا أراد يشتري مثلا ذهب بفضة لابد من التقابض في مجلس العقد. ويصح أن يعطي مثلا 10 كيلو فضة بكيلو ذهب، يصح. على أي اعتبار؟ أي مسألة نريد أن ندخل فيها نسأل عنها، هل هي حلال أم حرام؟